رغم رفع قضية استعجالية في المحكمة الإدارية ضدهم، إلا أن أصحاب سيارات الأجرة الذين يعملون على خط حاسي بحبح الجلفة يواصلون إضرابهم للمطالبة بتحويلهم للمحطة القديمة. المواطن في الليل كتجي تجيب بنت ولا حاجة، راجل يخاف بيروح المحطة كل كان ديك اللي تنقل كلاب. السلام عليكم، ما فيها لا قهوة لا ريستورا لا حتى هي لا أمن. جاءت القضية قصد إبطال إضراب الناقلين، إلا أن معظمهم قرر مواصلة الإضراب قصد إيصال رسائلهم، وهي النظر لوضعية الناقلين الذين يعانون مشاكل عديدة. تحولوا لهذا المحطة، المحطة هذيك ما ساعدتناش، ما فيها حتى وسيلة من وسائل الحياة. الكلاب الضالة، السرقة، قريصاج، الشراب، إلا حبيت تدخل وتشوف حتى وراهم نقاوها اليوم وديروا لها حالة وديروا لها همة. اتصلنا بمديرية النقل بالجلفة لرفع انشغال المضربين، وكان هذا الرد. تم ضمان وتكفل الجيد لنقل المواطنين من بلدية حاسي بحبح إلى بلدية الجلفة، ومن بلدية حاسي بحبح إلى بلدية عين والسارة في ظروف جيدة. ومن جهتنا كذلك اتخذت مديرية النقل كافة الإجراءات الردعية ضد مخالفين. تحويل أصحاب السيارات الأجرة من المحطة الجديدة إلى المحطة القديمة هو المطلب الذي رفعه المضربون في انتظار ما ستقرره العدالة.